ايه اللي بيحصل في تلميذ حقل ظهر حمدي بيه؟ حقل ظهر، حقل الظهر عشان حقل عادي موجود دلوقتي، حقق لمصر منذ عام 2017 كميات ضخمه من الغاز الطبيعي. نعم. وزي ما كل حقل من الحقول بيبقى فيه حاجه اسمها التنقص الطبيعي للابار، دي بيتم من خلالها اننا نحفر المزيد من الابار. احنا حفرنا حوالي 20 بير دلوقتي، وجاري حفر ابار اخرى، والشركه نفسها اللي هي شركه تيني حتى خطط كويسه عشان نحفر مزيد من الابار. الابار البير دلوقتي او الحقل بيدي 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا. ولا توجد اي، بالنسبه لنا كل الامور ماشيه وفقا للتقنيات الفنيه اللي هي بيتعامل فيها كل الحقول اللي موجوده على مستوى العالم. احنا ما عندناش حاجه لوحديها كده وحاجه وحيده بيتم كمه يعني مصر تتميز بيها، لا دي صناعه عالميه. كل الحقول اللي موجوده سواء اللي موجوده في مصر او موجوده في كل الدول المنتجه، هي طبيعي كده ان احنا بيحصل في حاجه اسمها تناقص طبيعي عشان تقدر تحاول ان انت تحافظ على الخزان، بتحفر ابار مستمره كويس بهدف الحفاظ على معدلات الانتاج. البحر الاحمر هل في اي مؤشرات لحد دلوقتي ولا لسه؟ لسه ما حدش يقدر يتكلم غير لما يبدا الحفر. الحفر هو الاساس. في معلومات، في محطوط استثمارات، في اتفاقيات هيتم تنفيذها، في شركات عالميه عندها الخبرات الكافيه وعندها الاستثمارات المطلوبه، لكن لن تستطيع ان انت تحدد غير لما يتم الحفر ويتم التقييم. ممكن يبقى امتى يا حمدي بيه الحفر؟ الحفر ان شاء الله احنا يعني متوقعين يبقى مع بدايه العام الجديد. البحر الاحمر ان شاء الله. نعم، بداية العام الجديد ان شاء الله. عندنا غير البحر الاحمر المتوسط عندنا الدلتا، مش كده؟ عندنا الدلتا وعندنا خليج السويس. لسه خليج السويس في شركة اسمها كيرون، دي شركة استثمار مصري انجليزي. الشركة لسه محققة اكتشاف في خليج السويس زيت خام 4500 برميل يوميا من الزيت الخام. وفي اكتشافات اخرى بتتحقق في الصحراء الغربيه. لما جم هنا رئيس شركه اباتش العالميه وقابل السيد رئيس مجلس الوزراء اعلن عن خططه نفس الوقت خليج السويس في الصحراء الغربيه، في كل المناطق البتروليه سواء كانت بريه او بحريه بيتم تخطيطها اتفاقيات بتروليه. كنا طرحين مزايده عالميه لطرح 12 منطقه، نصهم بريه ونصهم بحريه. في المناطق اللي حضرتك قلت لحضرتك عليها. وان شاء الله جاري حاليا تقييم هذه العروض اللي تقدمت بها الشركات العالميه تمهيدا للاعلان عن توقيع الاتفاق.